اللي ما تبغى تروح تتسوق في اي مكان ولا يخالط الناس ولا تجيهم جراثيم ولا تجيهم شيء. شوف انا طلبت هذه الاثنين وطلبت هذه القطعة من نون، حتى الفلتر هذا طالبه من نون. خلينا ندخل نون نشوف ايش عندهم اشياء وايش عندهم حركات جديدة. ايش الالوان طقمي؟ طقمي كويس. لا والله كويس اسود. المهم وش هنا؟ تخش على العروض، اقوى العروض اللي هي هنا تلقوها بس عشان يا سلام على شيء. شوفوا الحفظ كم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.